احنا بعد تتويج الاهلي الحمد لله ببرونزيه كاس العالم للانديه، مصر كلها احتفلت اكيد بالفوز ده، وكلنا كنا سعداء وشاهدنا الاحتفال عبر الشاشات في القناه، الكل احتفل كمان، واحنا بدورنا اكيد مع حضراتكم في اول حلقاتنا بعد التتويج هيكون لنا اكيد حديث مطول عن الفرحه بالبرونزيه، انتصارات الاهلي اللي دايما اكيد بتتوالى علينا وبتسعدنا. الفريق ومجلس الاداره كمان واللاعبين كل فرد في منظومه الاهلي وعدونا زي ما بيتقال كده، بس كمان وفوا الوعد ورجعنا من كاس العالم للانديه ببرونزيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي. مره كمان الف مبروك لكل الاهلاويه. فعلا لعيبه النادي الاهلي حققوا حلم كل الجماهير في التواجد على منصه التتويج في منافسات كاس العالم للانديه، طبعا بعد حصولهم على الميداليه البرونزيه والتواجد في المركز الثالث على مستوى العالم. لعيبه النادي الاهلي اثبتوا ان هم دايما الحقيقه على قلب رجل واحد، وكانوا على قدر المسؤوليه خلال مشوار البطوله ده، طبعا رغم كتير من العكوسات اللي حصلت، منها طبعا اصابه علي معلول، منها غيابات، منها مثلا عدم مشاركه حسين الشحات وكهربا في المباراه النهائيه، لكن الحقيقه كلمه حق لازم تتقال. جماهير النادي الاهلي لعبت دور مهم جدا 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 من خلال دعمها المتواصل لكل اللعيبه من اللحظه اللي غادروا فيها القاهره للمشاركه في المونديال. وطبعا مش محتاجين نتوقف بقى عند استقبال الاستقبال الحافل في المدرجات وفي المطار اصلا من اول لحظه وصلت فيها بعثه النادي الاهلي. طبعا خلال المباريات كلنا شفنا الجمهور لغايه حتى بعد نهايه المباراه بيغنوا للنادي الاهلي وبيتغنوا بيه، كل دي امور ساهمت الى حد كبير في الانجاز اللي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين. بص يا كريم، وبصراحة جمهور هقول جمهور مصر بقى في الاستاد هناك حقيقي كانوا حاجة يعني تفرح، مش بس تشرف، في حاجة تفرح، وكان ليهم دور كبير جدا خلي بالك برضو في المونديال. يعني احنا بنتكلم ان هم مش بس حضروا ماتشات الاهلي، حضروا كل الماتشات، يعني وجودهم كان فارق جدا، عمل اختلاف يعني كبير جدا في المشهد. فجمهور عظيم وجمهور احنا يعني بنسعد ان احنا بنتكلم الاهلاويه، مش بس على فكره في مصر، مش في الوطن العربي بس، زي ما بنقول في كل مكان في العالم هتلاقي اهلاويه. في حاجه كانت جميله، وزي ما احنا بنقول يعني قدر لاعبي كمان الاهلي ان هم يلعبوا عندهم هدف واحد وواضح، هو ان يحقق البطولات والانجازات وكمان كسر الارقام القياسيه. جماهير الاهلي زي ما بيتقال عنها ما بتشبعش من البطولات، وده بيخلي الاهلي دايما في كل بطوله، وبعد ما بيحتفل حتى بيقفل الصفحه، صفحه الانتصارات، وبيبتدي يبص لقدام، بيبتدي صفحه جديده عشان يحقق نصر جديد. ده اللي بيحصل دلوقتي. خلينا نقول لحضراتكم الفريق خلاص بيقفل صفحه التتويج ببرونزيه المونديال، وبيبدا فورا في انطلاقه بقى، انطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا، وايضا استكمال رحله الدفاع عن لقب الدوري.